معانا اللواء طارق حسن. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك، طبعا مشرفنا ومنورنا النهارده. كنا عاوزين نعرف تأثير الخطاب الديني والصالون الشهري على المجتمع عموما. والله انا النهارده طبعا انا سعيد جدا موجود النهارده في الملتقى الثقافي، سعيد جدا بالحوار اللي دار بين المنصه الكريمه، ويمكن انا اول مره احضر بدعوه من الاستاذ عصام وبدعوه من الدكتوره سحر ان انا احضر الندوه. هو فعلا الخطاب الديني ده مهم جدا جدا، ويمكن كل اللي كانوا موجودين، وانا كنت مبسوط قوي ان القاعه كانت مليانه بشباب الجامعه. كله لازم يفهم النهارده في حاجات كتير هم مش عارفينها، مش واصله لهم. لما تطلع النهارده من الناس المتخصصه اللي الفاهمه الدارسه، يبقى لازم هيسمعوها ولازم هيقتنعوا بيها. فئة الشباب عامة مستهدفة بقوة، ولازم هي اللي تبقى الفئة الأساسية ان احنا نوجهها او نأثر فيها، مش كده؟ وزي ما حضرتك شفتي النهاردة، يمكن التواصل الاجتماعي ده مشكلة العصر. وحقيقة زي ما شوفي النهاردة كان في أمثلة كتير على حاجات غلط وتشيرت غلط، ورجعنا بعد كده لا مش موجودة. احنا محتاجين مين اللي يقول لنا صح، مين اللي فهم الشباب صح، مين اللي يبقى مقتنعين بيه. وعلى ما اعتقد كده النهارده يعني الرساله وصلت، ولما تلاقي القاعه مليانه لحد دلوقتي يبقى احنا ماشيين صح. شكرا سياده اللواء، شرفتنا.